ازيكم عاملين ايه؟ بعد اخر فيديو تعليمي طلب مني كوردات تملي معاه الفنان عمرو دياب هنشرحها النهارده، يلا بينا. هنلعبها مع الاغنيه مره وبعدين نشرحها واحده واحده، الايد الشمال الكوردات وايد اليمين الريتم عامل ازاي. يبقى الكوردات اللي هنستخدمها السي ماينر، الفريت التالت، الاف ماينر، البي فلات ميجر، وهنستخدم الجي، وهنستخدم الاي فلات ميجر 7. تمام، دي الكوردات المستخدمة. طبعا الكوردات كلها بار، لازم تكون تلعب البار كويس. وهنقول الريتم الايد اليمين ازاي في الاخر. يبقى اول حاجه زي ما شفنا في الفيديو كده في الاول، في اول اغنيه الريتم ماشي، الكوردات ترتيبها عامل ازاي. اول حاجه السي ماينر، الموسيقى اللي في الاول اف ماينر، بعدين بيروح على البي فلات، وبرجع تاني جي. ده الميلودي اللي في الاول بيتعاد كمان مره، سي ماينر مرتين، بروح على الاف ماينر مره واحده، وبنزل على البي، بي فلات، وبرجع جي. تمام، من اول الغنى هيبدا يلعب ريزم طبعا، بي فلات ميجر، نروح على الجي، برجع اف ماينر، بي فلات ميجر. هنا بلعب الاي فلات ميجر 7 نص، واقوم راجع على الجي نص كورد، يعني نص عدة مثلا كده. يبقى نص بي فلات ميجور 7، والنص التاني على الجي ميجور، وبعيدهم تاني. تمام، أغنية مش صعبة، هي كلها ماشية كده. كل الكوردات اللي فيها، كل الفكره انك تقوم تمسك بس بار كويس. واحنا كده وضحنا الكوردات اللي هتلعب ايه هي بالظبط، هم 5 كوردات تقريبا او 6 كوردات، يعني سي ماينر ادي 1، الاف ماينر 2، البي فلات ميجور 3، الجي 4،
وبنستخدم ده الاي فلات ميجور 7 ادي 5 كوردات. طيب الايد اليمين هتلعب ازاي؟ بنلعب الريتم ده بصباع الأيضا، يعني الريتم الأساسي اللي ماشي هو ده. هقولك بنفصل ما بين الكورد والكورد بإيه، داون أب داون أب إس، ممكن تلعب الإس كده أو كده، يبقى داون أب داون أب إس على كل كورد، وبنفصل ما بين الكورد والتاني بأب داون أب بالصباع الأيضا، يبقى بعيدهم تاني طول كل الأغنية ماشية كده. داون أب داون أب إس أب داون أب داون أب داون أب إس أب داون أب، دي كل الأغنية. اتمنى يكون الشرح بسيط وعجبكم، وشوفوا عايزين ايه اغاني تاني اكتبها لي تحت. لو وصلت معايا لاخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وهنزل لكم فيديوهات تانية قريب جدا. سلام.